السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده على قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوه بدون فرن، حلوه رائعه راقيه كتستحق التجربه بمذاق الكراميل. ان شاء الله تجربوها واكيد تعجبكم. سهله وما كتحتاجش للطهي. اللي غنحتاج ليه في المقادير هي الشوكولا البيضاء، انا استعملت غالا نوعيه ممتازه للحلويات، الوزن ديالها 450 غرام، وعندي هنايا 250 غرام ديال الكاوكاو اللي دهنته شويه بالزيت وحمرته في الفران وطحنته، باقي يحرش شويه ماشي مطحون مزيان، باقي شويه حبيبات. وغنحتاج 130 غرام ديال البسكوي مطحون، اي بسكوي عندكم متوفر. وغادي نجمع نستلي كراميل، يمكن لكم تعوضوا بالعسل او نستلي عادي، ولكن النكهه ديال نستلي كراميل كتجي فيه افضل. وغنحتاج لهذا الليمون هذا ديال السيليكون، ذوبت الشوكولاته بحال مائي دون اضافه الزيت، ذوبتها عادي. غادي ناخذ الصينيه باش يسهل علينا نوضعوا المول باش ما يتزعزعش، نوضعوه في المجمد. غادي نعمر غير النص، بسم الله. النص الاخر غادي نعمرو بكاوكاو والبسكوي. وغادي ندخلها المجمد على ما نوجد الحشوه ديال الكاوكاو والبسكوي، وفي اناء غادي نوضع 250 غرام ديال الكاوكاو محمر ومطحون، باقي شويه يحرش. بسكوي مطحون، وغادي نجمع بنستلي كراميل. غادي نحتاج نص ديال العلبه، غادي نزيدو شويه بشويه نجمع ليا. بسم الله. جمعت الكاوكاو والبسكوي بنص علبة ديال نستلي كراميل. من بعد ما جمدات الشوكولات حيدتها من المجمد، غادي نعمرها بالحشوة ديال الكاوكاو والبسكوي. بسم الله. ضروري نضغطو شويه وما نحتاجوش نسقوها، اصلا فيها نستلي كيتلصق.
وغنستمر على هذه الطريقه. ضروري ناخذ مغرفه صغيره ونضغط عليها باش تجي لينا مساله وغادي نرجعها مره اخرى للمجمد 5 دقائق ونرجع نشوف كي كتجي كتحيد بسهوله. من بعد ما خليت الحلوه ديالي المره الثانيه 5 دقائق في المجمد حيدتها، غادي نحيدها معكم كتحيد بسهوله. بسم الله. كتجي رائعة سهلة، حلويات بدون فر. عندي هنايا نستلي الكراميل حركته مزيان، غادي نوضعو في ليفوش وغادي نعمر بيه هاد الوسط هذا. من بعد ما عمرت الحلوه في الوسط بنستلي كراميل كتشوفوا، غادي نزينها بفيرميسيل وتزين دائما كيبقى اختياري. غادي ندير هاد الحبيبات هادو ديال الحلوه وغادي نزينهم كاملين ونكمل الكميه المتبقيه وتشوفوا الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه بدون فرن بنكهه الكراميل، كتجي اكثر من رائعه، كتستحق تجربه وكتحضر بسهوله. كنتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه واكيد غتعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب، وشكرا على المتابعه وشكرا للناس اللي دخلوا القناه ديالي، الناس جداد الف مرحبا بكم. الى وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.